معي عبر الهاتف من الرياض سيد علي المزيد الكاتب الاقتصادي في صحيفة الشرق الأوسط. مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن خسائر اليوم الأول تصيب البورصة بالذهول. مساء الورد لك وللمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. طبعا بلا شك أنه حينما نتحدث عن خسائر في المقاطعة، أولا لا أحد يتمنى المقاطعة بما في ذلك القاعدة للأمانة، ولكن هذا أمر حدث ولا بد أن نتعامل معه. ويبدو أن القطريين يحاولون أن يلعبوا دور أكبر من حجمهم، وهذه إشكالية، وما يسمى في العلاقات الدولية، العلاقات السياسية الدولية، الدول الصغيرة غير القانعة، فهي لم تقنع بدورها الذي على حجمها، وذهبت إلى أن وصلت الأمور إلى ما وصلت. هذا الأمر بمعنى أنه سيكبد الاقتصاد القطري بجميع أشكاله الخسائر. أولا إذا أتينا من حيث الطيران سيتكبد خسائر طبعا، لأنه ستلغى رحلات وستغير خطوط رحلات، فجميع الرحلات المتعاقد عليها من أوروبا ستواجه خسائر قد تصل للفرد الواحد إلى 600 يورو، وهذا سيكبد الخطوط القطرية خسائر. حينما يطول الخط نتيجة غلق الأجواء، هذا يجعل تذاكر القطرية أغلى، فبالتالي أيضا يكبد الخسائر. هذا فقط في مجال بسيط اللي هو مجال النقل الذي لا يؤثر، فماذا لو تحدثنا عن مجال الخسائر المحتملة هي بمليارات دولارات سيد علي كما يحكى اليوم؟ نعم، هي بكل تأكيد على قطر، يعني بمليارات الدولارات، بمعنى أنه سترتفع تكلفة، خلينا ناخذها بشكل آخر، لأنه سترتفع، لأنه تظل قطر قليلة يعني وصغيرة، وش في النهاية صغير يعني ما يتجاوز المليون، أقل من مليون، فحتى استهلاكهم ما هو ذاك الاستهلاك، يعني بمعنى أنه حي في مدينة الرياض أكثر من سكان قطر، لا يعيبهم ولا نقلل منهم، ولكن هذا هو الواقع. فبالتالي سترتفع فاتورة الغذاء القطرية أكثر من 70% نتيجة هذا الحظر. أنا أشكرك جزيلا سيد علي المزيد الكاتب الاقتصادي في صحيفة شرق الأوسط على هذه المشاركة معنا.